كرسي ويشيلوا العفش بتاعهم ولا ايه؟ يا وزبتي مين ده؟ يا ترى انت فين يا هشة؟ حرامي هتصرف معاه ازاي؟ يلا اهو مكان يلم العيال والحريم لحد ما نبني لهم ان شاء الله فوق. اخش انا استريح شويه وبعدين اقوم اشوف صرفه في العفش ده. جالي كتير ما ضحكت من قلبي يا حامد. الايام جاء كتير يا خالي يديك طول العمر. يا زين مستنيه ايه؟ ما تعمل دور شاهي تاني ولا الدكتور ملوش اكراميه يعني؟ لا كيف يا ولدي، الدكتور مقامه كبير عندي. تشكر يا عم عبد الرحيم. خلاص يا سيدي اطلع انا منها، مش محتاج وسيط. لا يا حامد، الوسيط في الموضوع ده مهم واساسي. يبقى شوف تدفع كام عاد. يدفع كام ايه؟ الموضوع ايه ما تفهموني؟ يا خال اصل انا حسيب الصحافه واشتغل خطبه. لا وخطبه ايه؟ خطبه تبته ومسر على الجوازه اللي في دماغها ولو فيها قطيش. يخرب عقلك يا حامد، انت ما كنتش كده يا ولد، انت ايه اتخبطت في نفوخك؟ ومين ما اتلخبطش في الزمان ده يا خال؟ قلت ايه؟ قلت في ايه؟ انت قلت حاجه. يا خال يا قصه ابو زيد، الراجل عايز لبنيه وهو عريس ماله هدومه ومعاه شهاده كبيره. قول وانا اديك شهاده ضمان 5 سنين. 5 سنين بس يا حامد؟ ايه يا دوب على كد معرفتنا اللي بقالها شهرين ولا هتطمع؟ الله يا ولدي، بعد اللي عملته ومعرفتي بيك عن قريب ما اقدرش اقول لا، بس برضو الراي رايها. قلت يا زينب؟ قلت كيف ايه؟ الراجل عايز يتجوزك. واه انت اتجننت، ما تجيش الا كده عشان تشيل برجع الحياه. ها زينب قلت ايه؟ مبروك يا دكتور. مبروك على ايه بس يا حامد؟ ما دام اتكسفت وسكتت تبقى موافقه. يلا اتوسط لي انت بقى فوختي. هتوسط لك وانا لسه على البر. يديم ضحكتنا ولمتنا يا اولاد. حياتك وبنفسك يا خال. بتتوكل على الله ونجر الفاتحه. خبر ايه يا ويل؟ انت اتخبطت في نفوخك. خير البر عاجله. على طول كده، مش لما تحضر والدة الدكتور وخصوصا سلمان يكون موجود. فدي انا فعلا استاهل ملون خابط في نفوخ يا خال. انت جاي هنا تعمل ايه يا عزاف؟ والله العظيم والله العظيم انا جاي بيتي. بطل ده بسمعوه ده قلبته قال بتك منين يا راجل يا حرام يا رب. ما اقول لك ايه؟ اتكلم كده عادل وفوق لنفسك احسن اغضب منك وازعل منك قوي وما اوديكش الاسم. والله العظيم انا كلامي عادل ومعايا اللي يثبت ومحدش له كلام عندي بقى. كلام ايه يا راجل يا حرامي؟ كلام ايه؟ انت لما وقعت جيت تسوق الحبط على الشيطانه هنا. اللي يثبت اهو. اتفضل. ايه ده؟ ده يا سيدي عقد البيت شارين الرسطة هشه بتوكيل رسمي من الست مراته، وصوره التوكيل اهي. يا اخواتي انا لا بعت لحد ولا عملت توكيل لحد. انا دافع 60 باكو في البيت ده، البيت ده بتاعي ومن حقي ولازم استلمه. يا معلم الكلام اللي بيقوله الراجل ده بحقي وحقي يا اخويا. حسب الاوراق اللي في ايدي دي كلامه صحيح. صحيح يا ست عظيمه. يا لهوتي يا خرب بيتك يا عظيمه. يعني المخزون قريب من نجع؟ قريب ولا بعيد؟ اجهز انت بالرجاله وحنوصل له ونحمله في ساعه زمن. وحقوقنا يا سعاده البيه. وانت حقك هيضيع برضه. يعني داري بيه؟ ابويا فطمني على كل صغيره وكبيره. اوعى تفهم ان دي اخر عمليه بالنسبه لي حتى بعد ما يطلع ابويا. يدوم المحبه وتستلم الرايه يا بيه. مساء الخير يا أستاذ نوران. أهلا، مساء النور يا أستاذ حسن، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أستاذ حسن، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا أستاذ حسن. أجازة سعيدة يا أستاذ حسن. الله يسلمكم جميعا. كنت فين يا أستاذ وسايبنا للي ما يسواش؟ أظن أنا لسه ما متش عشان تاخد مكاني وتحتل مكتبي. بعت الشر عليك يا أستاذ حسن.
طب اتفضل بقى امشي بعيد علشان اقعد في مكاني وابدأ في ممارسة عملي. بس لمؤاخذة يعني هقعد فيها انا مش شغلي. ازاي بقى من سعادتك مدير المكتب ده والمفروض توفر لي مكان علشان امارس انا كمان شغلي؟ تمارس شغلك؟ شغلك ايه ده؟ ومين اللي كلفك بيه؟ وازاي تمارس المهنة وانت لسه ما قيدتش في جدول المحامين؟ انا ما بمارس المهنة يا استاذ حسن، انا ما بروحش المحكمة ولا اترافع، دي مجرد اراء بأبديها. وفرها لنفسك يا سيدي لما تبقى محامي. ايوه بس ما اعتقدش ان ده راي الدكتور كامل صاحب المكتب ده، لان اليافطه اللي بره مكتوب عليها دكتور كامل الشعب. لا لا ما اعتقدش ان في اسم تاني مكتوب جنبه. بقول لك ايه يا ابني، انا هنا مدير المكتب والمسؤول عن اداره العمل فيه. المكتب ده اتبنى على كتافي انا، ومش هسمح لاي انسان مهما كانت درجه وصوليته انه يفصل بيني وبينه. لا 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 يا استاذ حسن هدي اعصابك، اذا كان وجودي في المكتب هنا هينرفز سعادتك بلاش، انا ماشي وسايبها لك مخدره. يلا في 60 داهيه. الله وانا راجعه يا ساتر. نسيت اقول لكم انا راجع لنادي الليله دي. بيتي يتهد على دماغي ولا فرطش في طوبه منه ابدا. والاولاد دي ايه؟ معرفش حاجه عنها بالله، واشرب ميتها. بقول لك ايه، انت هتغور من وش السعاده ولا اجيبك من زمرك عليك؟ استني استني بس يا ست عظيم. لا دول 60 باك وشقى عمري، ده انا اروح في حديد ولا شقايا يضيع. اعملها لكم مجزره واجيب عليها وطيها. الظاهر ان انتم ما عندكوش فكره عني. قال لك ايه؟ الحكايه مش فتوانه وفد الدراع وفتحه سد، مش هتاخد لا حق ولا باطل. وما تخلينيش اخد على خاطر منك، احسن ما خليكش تلمح نور الدنيا تاني بعينيك. ودي تبقى جدعانه وشغل معلمين وناس ولاد بلد. هو شغل معلمين انك تطج زي ما انت بتطج كده؟ انا صاحب حق. مالكش حق عندي يا اخويا، انا لا بعت ولا اشتريت، دور على اللي باع لك. الحق مش كلمه مفروضه بالصوت العالي عشان تتاخد. الحق فص حر غالي قوي في كوم غله، لازم ندور عليه لحد ما نلاقيه ونسلمه لصاحبه. غله؟ انا ما عنديش دماغ للكلام ده. انا راجل دافع فلوس ورقي سليم 100% وكله على ايد المحامي اللي ساكن في الصومعه اللي فوق السطح بتاعكم. يا مسبتي سليمان. ايوه سليمان هو اللي بصم على كلام المحروس جوزها انها عيانه وما بتتحركش من السرير، وانه بيبيع البيت عشان يكمل علاجها. يبقى شريكه. رايحه فين يا عظيمه؟ رايحه جيب اجله، يا يجيب لي هشه من تحت الارض يرجع الفلوس لصاحبها. ارجوك يا دكتور تعفيني من ذكر الاسباب وتقبل استقالتي. وانا مش ممكن اقبلها من غير ما اعرف السبب. اصل انا ما اقدرش ادمر صداقه عمر. انا عارف صلتك الوطيده بالراجل ده ايه، وما اقدرش اكون السبب في انهياره قدام سعادتك. يبقى انت كده اكتشفت حقائق وبتخبيها عليا بهروبك ده. مش عارف اقول لسعادتك ايه، انما ولاء لسعادتك وعطفك عليا يجبروني اني اتكلم حتى لو مش هتشوف وشي تاني. يا سليمان مين هو اللي اهان شخصي قدامك وقدام العملاء في غيابي؟ الاستاذ حسن. انت بتقول ايه؟ دخل الصبح وشهر سيفه ومد على رقبتي وقال لي شتايم عمري ما سمعتها في حياتي. حسن؟ وقال لي انه هيقدم شكوى في النقابة في سعادتك لاني انا بأمارس المحاماة من غير ما اكون مدرك في كشوف النقابة، وقال لي انه هو لو ساب المكتب اسم سعادتك في المحاماة هيهتز. لا ده اكيد اتجنن. ده اللي اقدر اقوله سعادتك، انما هو قال كلام بعد كده يعف لساني عن اني اقوله. كفاية ما تقولش اي حاجة. الو يا نورهان، حسن عندك؟ قولي له ما يتحركش لغايه ما اوصل له. خير يا انسه نورهان؟ مش باين يا عم حشمي. يا ساتر يا رب، فلا الله ولا فالك. ما هو من ساعه الاستاذ سليمان ده مهل علينا وهي المصايب نازله ترف، يبقى منين بس هيبقى الفيل كويس؟ منين؟ يا حبيبي انت لسه تعبان واي انفعال او مجهود خطر على صحتك. وعادي في البيت تتسبب في مهازل، وده هيبقى له اثر على الشغل وسمعه المكتب. يا كامل وبعدين معاك يا ناديه. خلاص اللي تشوفه انت حر. ايه
هتضلع السلامه يا دكتور. انت لاي حق تؤمر وتنهي وتاخد قرارات في عدم وجودي وبدون استشارتي يا حسن يا سلطان؟ بحق مكانتي كمدير للمكتب يا كامل يا شاعر. ادارتك للمكتب من خلالي انا، مش من خلال اهوائك الشخصيه لتحقيق مصالحك واهدافك. انا طول عمري ماليش اهواء شخصيه ولا مصالح خاصه، وانت عارف كده كويس يا كامل. وقبل توجيه اي اتهام ليا اسال الزملاء تصرفاته ازاي، واذا كانت في صالح العمل ولا ضده. انا ما باخدش تصويت ولا اراء في شخص، انا بتكلم عن مبدا وتقاليد عمل وحدود انت تخطيتها، وده في حد ذاته تطاول واهانه لشخصي، وانا لا يمكن اسمح بالكلام ده. اصل حضرتك يا دكتور، من فضلك انا ما طلبتش منك تتدخل ولا تدلي برايك في اي حاجه. سليمان الوزير انا اللي معينه هنا، انا اللي بدفع له مرتبه، انا اللي موكل له كل عمل يقوم بيه، وما يقدرش يخطو خطوه غير بامري واستشارتي. انت تقدر تشتكيه وتشتكيني، لكن تصدر امر بفصله او تسحب منه عمل انا موكله له، فده شيء مرفوض انا لا يمكن اقبله بتاتا. وانا ما اسمحش ابدا لشخص انتهازي زي ده يتدخل في اداره المكتب يا كامل، يا دكتور كامل، ولك انك تختار يا انا يا هو. استاذ حسن، انا قبلت استقالتك واخلاء طرفك من المكتب، كل مستحقاتك هتوصلك على البيت. يا حشمت، انت يا حشمت، حشمت يا حشمت. كلم الاستاذ. يا دكتور هاتلنا اتنين قهوة بسرعة. من هنا يا دكتور. اتفضل يا سليمان. هي كده يا ولاد، ملهاش تفسير دنيا. البايع والشاري فيها طالعين بخسارة. أشوف وشكم بخير وانقذوا لي. أستاذ حسن، ألف سلامة ليك يا أستاذ حسن. ما تزعلش نفسك، مفيش حاجة تستاهل. معلش يا أستاذ حسن، بكرة يكتشف إنه غلطان في حقك ويبعت لك. لا أنت مش لازم تمشي وأنت بالحالة دي، ارتاح شوية. ما تقلقوش يا ولادي، ما تقلقوش. ده شويه ارتفاع بسيط في السكر وهعدي على الدكتور وانا مروح. لا مش ممكن تسوق العربيه وانت بالمنظر ده، انا هوصله. لا لا يا نور، انا اللي هوصله. اتفضل يا استاذ حسن. خلاص يا جماعه كفايه كده، وانا لما يرجع ليا الصرفه معاك. والنبي ما تقطع من هنا لما اجيبه من زماره رقبته، يا يجيب لي هشه يا يجيب لي فلوسي. وانا عايز اعرف راسي من رجليا، يا البيت يا الفلوس، وفي ظرف 24 ساعه. يا اخوانا افرضوا هيقعد يومين ثلاثه، هنفضل على الحال ده نفرج خلق الله علينا؟ هو في اكتر من كده فرجه لمخاليق ربنا؟ مساء الخير. مساء الفل. فل ايه وورد ايه؟ رايحه فين يا شاب سعادي؟ سيبيها يا عظيمه خليها تعدي. جرالك ايه يا معلم؟ رايحه فين يا حبيبتي؟ ها؟ انت رايحه تتوه في انهي مكان ولا تقعد في انهي حته؟ لا بقى انا رايحه شقتي يا حبيبتي. شقتي؟ يكونش منيل على عينه كتب لك عقد شقه ولا باع لك البيت انت اخرى؟ يا ست عظيمه، ست لا مأجره ولا شريك. تبقى بايعه والتسليم نص الليل يا معلم. لا لا يا حبيبتي، سلامه الشباك. بص كده وبحلقي فيا وقولي، هو انا وشي زعلك؟ خلاص خلاص يا بنتي، فضيها سيره واطلعي انت شقتك. حاجة دي اصلا مش زينانة بحاجة، قاعدة قدام افلام الفيديو تتفرج على افلام الرعب وما بتدرش بحاجة ابدا. يبقى تحسس على كلامها بقى يا معلم، وما تلعهوش كده بالباطل على الناس المحترمين. وكمان هتطول لسانك عليا ولا ايه؟ خلاص بقى عظيمة، سيبنا افرد طولي وانفس على اللي فيا ده. ما توحدوا الله. امال يا جماعة الله، هي الولية مستحملة؟ سيبها بقى يا معلم، سيبها بقى لما اشوف دي هتعمل ايه بالظبط. والنبي خلي جوزي يجرجرك على المحاكم ويوريك النجوم في عز الدهر. ومين بقى بسلامته بقى الباشا جوزك ده اللي بإشارة منك يتقف من خليق ربنا؟ الأستاذ سليمان يا حبيبتي، سليمان الوزير المحامي. يا بستي، هو ما كفهوش المرة الأولانية، رايح يعملها تاني من ورايا. تاني؟ تاني يعني إيه؟ لا تاني ولا تالت يا بنتي، اطلع انت بس شقتك يلا اتكل عليا. اطلع فين يا معلم؟ انا لازم اعرف ايه حكايه النوبه اللي فاتت دي اللي ما جابليش عنها اي سيره.
نضرب عصفورين بحجر واحد وتبقى الفرحة فرحتين والتكلفة ملمومة عند ابن البيت. جرالك ايه يا ولد؟ انت هتدور على الوفر وخلاص. وفيها ايه يا عبد الرحيم؟ ما كله عايد على بناتك وابن البيه قادر ويشيل. قولي له مرة خالي، قولي له وفهميه الحال وظروف لمجندلي عشان يعذرني. بس هقول لك ايه، مفيش حاجة حتتم ولا هحط يدي في يد واحد منكم إلا في وجود سلمان. ومن قال النقبل إن ده يتم في عدم وجوده؟ أنا بكرة من النجمة رايح له. خبري يا زينة، بدك تقولي شيء؟ أنا ما عرفاش أقول لك يا فاطمة. بس أنا عارفة يا زينة. عارفة؟ عارفة؟ ده مش بيدي ولا بيدك يا بنت أمي وأبوي. أنا كنت رايدة الدكتور، بس قلبه شاور عليك أنت. فاطمة أنا أختي. كيف ما انت كنت رايده حامل وهوا شاور علي؟ فاطمه انا هقول له. وليه تغلطي نفسك وتعذبي قلبك يا خايتي؟ فاطمه انا اللي حصل ده لا بيدي ولا بيدك، ده يا حبيبتي اللي بيقولوا عليه الجسمه والنصيب، ولازم نرضى بامر رب. يكون في قلبك حزن ولا في شيء يفرق بيناتنا يا فاطمة. فوتك من الكلام المسخ ده، المهم تكوني رايده وتكوني راضيه بجوازك منه، مش كده؟ اما امرك عجيب يا زين، وخجلانة من أخت وحلع اللي في قلبك. ده قرارك النهائي؟ إن شاء الله يا ماما. أنا ما عنديش مانع. يعني أحد معاهم معد؟ من غير بابا ما يكون عنده خبر؟ ما انا هقول لصلاح وهو اللي. لا، منك انت شخصيا. انا؟ ايوه، انت اللي لازم تروح وتبلغه. واذا رفض؟ حاول تقنعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا اسمي صالح، والأخ محمود، والأخ عبد القادر، والأخ علي، وبإذن الله في بعض الإخوة في الطريق إن شاء الله. وأنا صلاح رضا الله ومعلم الدباش. بارك الله فيكم وأدام المعروف والمحبة بيننا. إن شاء الله. طبعا أنتوا جايين من مشوار طويل وكان متعب، اتفضلوا استريحوا دلوقتي وكلوا لقمة وبعدين نتكلم الصبح ونتعرف أكتر. قبل الطعام نستأذنكم في بعض الماء للوضوء ولصلاة العشاء إن شاء الله. إيه، في مشكلة في المية ولا حاجة؟ بإذن الله ميسرة بالتيمم. لا، المية موجودة، إحنا حقيقي بنتعب في تخزينها بس ما يمنعش. من الغد إن شاء الله سنوفر عليكم الكثير لما نقسم العمل ونوزعه فيما بيننا إن شاء الله.
معاهم يا شنواني، وريهم مكان فنطاس الميه ومكان اللي هيرتاحوا فيه. اوامرك معايا يا رجاله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. محضر على الدكتور كامل وعظمة الدكتور كامل، كلام له بريق الذهب لكن فالصو. ألو أفندم. لا سمحت، ممكن بكرة تيجي المكتب بدري شوية لأن في أمور مهمة في الشغل أمرني بيها الدكتور كامل عايز أتكلم فيها معاك. حاضر يا فندم. أشكرك. ودول هنتساير معهم كيف يا صلاح بيه؟ زي ما بنتساير مع كل الرجالة يا دباش. كيف يا بيه؟ دول لو عرفوا حاجة عن اللي بنزرعه هيحرموه ويبدروا مواعظهم شوك في صدور الرجالة ويعصوهم علينا. ما تقلقش يا دباش، دول زيك زيهم مطاريد. شوف طلباتهم ايه، ولو ما اتفقناش سكة السلامة بعيدة عننا مفتوحة بأكتر من أسلوب. تعرف يا نادية، أنا حاسس إني اتسرعت. يا حبيبي انت اللي حساس وضميرك صاحي زياده عن اللزوم. ده مهما كان برضه صديق عمري. يا سلام، وهو لو ملوش مصلحه في صداقتك كانت حدون. تعرف يا ناديه، لاول مره اخد قرار واحس ان انا ندمان عليه. يا حبيبي اللي حصل ده قرار صعب انك تترجع فيه، وبعدين سواء اتسرعت او ما اتسرعتش لازم تنسى بقى. وبعدين بيني وبينك، الولد اللي اسمه سليمان ده بذكائه ممكن تعتمد عليه في المكتب. هو من ناحيه الاعتماد عليه، ذكائه وحماسه زائد طموحه يأهله لده واخلاصه النادر في الزمن ده. وفوق ده كله تفوقه. تعرف يا ناديه، انا جبت نتيجته من الكنترول ومجموع درجاته ينجحه بتقدير جيد جدا. انت بتتكلم جد؟ ودي فيها ايه غريب؟ ابدا، بس اللي انا اعرفه ان ظروفه كانت صعبه، وكونه انه ينجح بالتقدير ده يبقى برافو عليه. الشفاه وانا اعرف ايش بتاعك فين يا ست انت. اهمادي يا عظيم امال، ما تخشيش طايحه بالشكل ده. قابلها من ورانا وهو عارف هو فين. يا ست انا مش عارف انت بتتكلمي عن ايه، ولا عاوزه مني انا ايه. لو انا يا استاذ مش واخد بالك مني ولا ايه؟ ازاي مش واخد بالي منك؟ انت سي عبد الله اللي جابك سهشه وقال انك هتشتري البيت بتوكيل عام رسمي عاملاه الست عظيمه مراته علشان يبيع لك البيت. هيفورنا في خقول توكيل. يا ست إهمادي مال إهمادي، خلينا نفهم إيه العبارة بالظبط. هشة جاب لي المشتري وقال إحنا متفقين على السعر وأنا هبيع له وكتب لنا عقد. أقول له لا؟ أفتح لهم محضر؟ لا كده بقى يبقى عداك العيب ومحدش يلومك. أنت بتقول إيه يا معلم؟ خلينا أكمل كلامي. إنما كونك بقى إنك ما ترجعش لصاحبة البيت وهي موجودة وصحتها كويسة وما هيش غايبة عشان تعمل توكيل لأي حد، فكده بقى تبقى عديت الاصول. يا معلم انت ابن سوق وفاهم، انا قدامي البايع والشاري، والبايع معاه توكيل عام رسمي من الست علشان يبيع للراجل. انا لا وكلته ولا امنته. ايه ده؟ التوكيل كمان مزور؟ ده الجريمه تبقى جريمتين. ده انا بقى اللي وديهولكم في داهيه. ده لو عدى من تحت ايدي بس يا اخويا، الهي لا يرميك في دقيقه تم جميلك معايا. انا عارفه انك انت ابن اصل وابن ناس طيبين. عرفني سكته فين اجيبه قبل ما يضيع الفلوس اللي انا هفها بالراجل. هو انا لو اعرف سكته يا ست عظيمه هسيبه؟ يعني ما قالكش هو ناوي على ايه؟ وانا لو اعرف انه ناوي على ايه، ده انا كنت اجيبه من دماغه ومن رقبته علشان احاسبه على الموقف الصعب اللي حاططني فيه قدامكم. بقول لكم ايه، تطلعوا تنزلوا البيت بتاعي ولازم استلمه دلوقتي. شغل الافلام الهندي ده ما يخلش عليا، انا لا بحب افلام ولا بروح سينما. وانت تقدر تحط رجلك في البيت؟ ده انا كنت اكسرها لك واعلى ما في خيرك اركبه. الكلام ده عاجبك يا معلم؟ ما هو انت اللي واخدها فتاكه ولوي دراع يا عبد الله. طب ثلاثة بالله العظيم ثلاثة، لو ما استلمت البيت دلوقتي لعملها لكم مجزرة في ظرف ساعة الا ربع. لا 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 كده هتخليني اخد على خاطر منك وعرفك مين المعلم الذكي عشان ما تستقلش بيا تاني. لا لا يا معلم حقك عليا، امسحها فيا انا دي. لا لا يا راجل ما تزعلش نفسك. تعال يا عبد الله. ايه يا عبد الله؟ ايه انت مش عارف انت بتكلم مين؟ هتودي نفسك في داهيه. الراجل ده لو زعل منك هتروح في توكر. انا عايز حقي ولازم اخده. اسمع بس، انت بكره تجيني المكتب بتاعي الساعه 2 الظهر على العنوان ده وانا هرسيك على الدور كله. ترسيني ايه؟ انت مش سامعها بتقول يا سيدي؟ فهمني
هي وجوزها مطبخينها مع بعض، عاوزين يقلبوها معاك خناقه عشان ياكلوا حقك. ازاي؟ اسمع بس لما تجي من المكتب بكره هفهمك على كل حاجه. انت بتقول ايه؟ بقول لك ايه؟ اخرج انا منها واسيبهم ياكلوا حقك. لا لا، انا مكلبش فيك لغايه ما تسلمني البيت. اهو كده عدك العيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله، مد ايدك بقى وخد لك سندوتش. الف هنا وشفا يا استاذنا. الف هنا ايه يا اخي؟ كل دي انت بتبرم من الصبح على رجليك، واليومين اللي جايين دول يومين شقه، يعني انت لازم تغذي نفسك. وعشان ما تقولش ان انا بخيل ولا كنت حرمك من حاجه يا مد. فندم شوف البيه يشرب ايه، ولا اقول لك تجيب له واحد شايف في الخمسينة كده عشان يعدل دماغه. في الخمسينة؟ اه في الخمسينة. انت بتكتب ايه؟ هي محتاجة كتابة ولا قراية؟ ده انا بقول لك شايف في الخمسين. مستني طلب حضرتك. طلب حضرتي ايه؟ ما الاكل قدامي اهو، هيكون طلبي ايه غير شوية مية عشان ابلع بيهم ريقي وابلع اللقمة. حاضر يا فندم. اتفضل. ده عايز يكتب تاني. ايه اخبار حفظنا؟ كله تمام والحمد لله. يعني جاهز؟ من ناحيتي انا جاهز، من ناحيتك انت بقى انا منتظر انك تجهز. ايه، انا مش قلتلك ان انا هبحث الامر انا وانت وبعد كده اظبط المسائل معاه؟ ايوه، بس حضرتك مش مظبطها معايا يا اخ ديدموني. ليه؟ هو ابن صلاح معكمك شباك ولا اتنين تمشي بيهم حالك؟ صلاح مفهمني ان الحساب كله مع سعادتك، ولحد دلوقت عمال اكوع من جيبي. تكوع من جيبك ازاي يا استاذ؟ ازاي ما تدينيش خبر ولا تديني اشاره بغمزه ولا بكلمه، ولا كنت احسبها لك وادي لك على طول؟ هي يعني جت على قضيه حرز الله وبس يا اخ ديدموني؟ طيب خدني واحده واحده وعلى مهلك كده علشان الحساب ما يتلخبطش والمسائل ما تتعكش. بقول لك ايه، ولا بلاش. والله انت راجل طيب وعلى نياتك وانا بحبك. خد دول امسك. ايه دول؟ دول نفحة كده على الماشي لحد ما ربنا يفركها ونكسب القضية، وقول ما شاء الله عليك يا ديدموني. خد ارمي ورا ظهرك يا سميرة، دول ناس مخهم فاضي بيبصوا تحت رجليهم، فاهمين ان الهبش والشطاره والفهلاوه مخلوقين علشانهم هم بس. يعني ايه؟ يعني البيت متباع بمعرفتها؟ اه متباع بمعرفتها. يا لهوي، ولما هو متباع بمعرفتها امال عامله كل ده ليه؟ وتهمك في المصيبه دي ليه؟ ما هي فاهمه بكده هتحافظ على البيت وتهبش الفلوس. وتستحمل ده ازاي بس؟ ده غلط يا سميره. الغلط والصح ده وجهات نظر. ازاي بس؟ يعني انا لو عايش وسط ناس كلهم هبيشه وحراميه وانا الوحيد الشريف، الناس دي هتفتكر ان هم الصح وانا اللي غلط. يعني ايه؟ يعني الست عظيمه شايفه ان حواليها كلهم بيهبشوا، قالت اهبش انا كمان. وده يبقى صح؟ ما انا قلت لك يا سميره الصح والغلط ده وجهات نظر. يا اخويا انا برضو مش فاهم. وده اجمل ما فيكي ان مخي على قدي وما بفهمش كلامك اللي كله بالالغاز. تصبح على خير يا سميره. ما قلتليش ايه تاني؟ مين امل دي؟ يعني سكت. اهي واحده ما تفهميش اذا كانت صح ولا غلط، اتبلت عليا والناس صدقتها. وجوزوها لك؟ سميره بلاش نتكلم في امبارح، خلينا في دلوقتي، خلينا في بكره اللي بستنى شمسه قبل ما تطلع على الدنيا. يعني مش هتيجي في نص الطريق وتعلن رفضك وتحرموا اللي بنعمله؟ اخ صلاح، انتوا هدفكم الاسراء واحنا هدفنا الاعداد، والاتنين مصلحه واحده، لانه لا يمكن انه يكون في اعداد جيد بدون فلوس. الاسراء دي مفهومه، لكن الاعداد لايه بالظبط؟ لا ده أمر يطول شرحه، وستعرف كل شيء في حينه، لا تتعجل.
متأخر لنادي؟ يا عالم، أصل النهاردة عيد ميلاد الست نادية، وأنا بقى لازم أفضل في البيت لحد المعازيم كلهم ما يمشوا. ها، مش عايز حاجة أجيبها لك وأنا راجعة؟ عارفة ترجعي إمتى؟ مش بتقولي هتتأخري عندهم؟ غصب عني يا حبيبي، دي ليلة في السنة. هقولك، أنت كمان تقدر تتأخر في المكتب لحد ما أضرب لك تليفون تستناني على ناصية الشارع. استناك على الناصية؟ تجننتي؟ افرضي حد من المعازيم شافني، ما هم اكيد فيهم عملاء وعارفيني من المكتب. خلاص خلاص يا اخويا، ما تزرزرش روحك قوي كده، انا هاخد سكتي واسلك ان شاء الله مع الجن، بس انت روق. قوليلي، هو الدكتور مش ناوي ينزل المكتب بقى؟ ينزل ينزل ده ايه؟ ده غرقان لشوشته في الشغل بتاع اللجنه اللي الست نادي عماله تمسك في خناقه بسببه. تمسك في خناقه بسبب الشغل؟ امال ايه؟ اصل البيت دكتور طول النهار بره البيت، وتو ما يدخل البيت يخش على اوضه مكتبه وما يخرجش منها ولا بالطبل البلدي. والست يا ولداه هتشد شعرها من الوحده اللي هي فيها. معقول؟ على فكره ايه تاني؟ احنا نسينا نقول لحد، والمفروض ان احنا نعزمه. ومستنيه ايه يا نادي؟ ما توجهي له الدعوه في التليفون. انا بقى ما اقدرش. ليه بقى؟ لانه يخصك انت لوحدك. ويطلع مين ده بقى؟ سليمان. يا ستي ده عيد ميلادك انتي، وانتي اللي توجهي الدعوه بنفسك. يا حبيبي انا ما عنديش تليفون. اتصلي بيه في المكتب هتلاقيه موجود قبل ميعاده. اهي سميره وصلت، وتقدري تبداي استعدادات الحفله بتاعتك. هشمت هشمت، السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته يا معلم، اتفضل. لا أنا ما عنديش وقت لا للأخد ولا للعطا ولا لشرب الشاي ولا لشرب القهوة، أنا جاي أقطع عرق وأسيح دم بعد ما خدرت أعصابي ليلة امبارح، عايز أعرف هاخد حقي إزاي. طب يا أخويا ما دمت جاي حامي قوي كده، أنا عملت لك خطة قانونية ما تخرش المية، هتقفل باب الطعن بالتزوير في وش عظيم. وانا ذنبي ايه اذا كان التوكيل طلع مزور ولا؟ يا حبيبي ما انا مضحك عليا زي ما مضحك عليك، لا اله الا الله. وبعدين يمكن خطه عاملاها هي وجوزها والراجل اللي اسمه زكي، واذا كنت شمشون مش هتقدر تاخد حقك بالقوه، وهتركب 100 حق. وعيش ازاي وحق متاكل؟ حقك هيرجع لك يا حبيبي، بس عشان حقك يرجع لك اقلب بخمس بواكي. ما انتوا سابق لهافين 60، ده تمن البيت يا حبيبي وصاحب النصيب لهافهم. طب والمبلغ اللي هتدفعه ده تحت بند ايه؟ عشان تستلم البيت. موافق ولا تتصرف انت بمعرفتك؟ موافق. لا يا بابا. بنت عبد الرحيم لا، مش عايز اسمع كلام في الموضوع ده خالص. انا كان يهمني ان انا استاذن من حضرتك وما تصرفش اي تصرف من غير موافقه حضرتك. يعني ايه يا ولد؟ انا اسف يا بابا، زينب انا اخترتها ومش هتجوز غيرها ابدا. بعد عن هنا، بعد عن هنا، مش عايز اشوف وشك خالص. الو الاستاذ سليمان، انا ناديه. ناديه مين؟ معقولة لحقت تنسى؟ طيب أنا مدام الدكتور كامل. أهلا يا فندم، أهلا بسعادتك. أصلها الحقيقة مفاجأة إني أسمع صوت حضرتك. الحمد لله. لا أنا بعد الظهر في المكتب وبعد كده في البيت. أيوة بيتي يا فندم. عند سعادتك فين؟ هنا في البيت.
وعشان ما تفكرش كتير انا عزمك يا سيدي على عيد ميلادي. مش هتقبل الدعوة ولا الظروف مش مناسبة؟ يا فندم دعوتك ليا وسام على صدري اعتز بيه طول عمري. ده انا انسى الماضي والحاضر وما انساش معاد سعادتك. على العموم احنا في انتظارك يا استاذ سليمان. اصل في ناس مهمه جدا يهمني انك تعرفهم، هيكونوا موجودين هيساعدوك في شغلك. اوكي اتفقنا يا استاذ سليمان، احنا في انتظارك. باي باي. سليمان. اهلا 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 اهلا. فندم يا استاذ سليمان. ايه ده من على الباب كده؟ مش لما نخش جوه نقعد مع بعض واجيب لك كوبايه ليمون عشان تروقي اعصابك وانت فاهم؟ اتفضل اتفضل. استاذ سليمان حضرتك طلبت مني اكتر من مره اجي المكتب بدري علشان نتكلم في الامور الخاصه بالشغل. الشغل جاي جاي، بس انا عاوز استفسر منك عن حاجه. تستفسر عن ايه؟ انت زعلانه مني؟ وانا ايه اللي بيني وبينك علشان ازعل منك؟ امال واخده مني موقف ليه؟ أستاذ سليمان أنا علاقتي بيك في حدود العمل ومش ممكن هتكون أكتر من كده. ليه؟ دم تقيل؟ غلس؟ غتت؟ ده رأي شخصي واحسبها بقى زي ما تحسبها. المهم المحصلة اللي حضرتك عايز توصل لها مش هتحصل. ماشي يبقى نخلينا في الشغل. يا ريت. اتفضل. عاوزك تطلعي لي كل ملفات القضايا بتاعت المكتب من سنتين بمذكرات الدعوه وبحيثيات الحكم. طب ما الارشيف قدام حضرتك، طلع منه الملفات اللي انت عايزها. لا ده مش شغلي، ده شغلك انت. تاخدي وقت قد ايه علشان تعملي الحكايه دي؟ دي تاخد مني اكتر من شهر. لا قدامك اسبوع واحد، ونظمي وقتك زي ما انت عاوزه، صبح بعد الظهر، لو عاوزه تباتي في المكتب ما عنديش مانع. سليمان بس ده كتير قوي. ما انت بتكبر على ايه؟ مش عارف مع ان في عينيكي شقاوة، بس يا خسارة بتبص بره المكتب. لا في دي بقى انت فعلا ظالمني، ده انا طول عمري في حالي. ايوه بس شغلة كل الناس وانا اولهم. علشان كده عايز تتعب عيوني اللي شغلة كل الناس؟ لا 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 مستعد ما تعبهمش. تيجي نفتح صفحة جديدة ونكتب فيها ايه؟ حرفين اس وإن وبينهم قلب. وبعدين؟ وبعدين نضم الحرفين على بعض. إزاي؟ كده هو. أستاذ سليمان الشرف له معنى كبير قوي عند بعض الناس، مش مجرد تمن بيع وشراء. أهلي ربوني على كده وفهموني كده. عن إذنك. اهدي يا بنتي امال وفهميني ايه اللي حصل. انا اسفه يا دكتور، مش هقدر استمر عند حضرتك في المكتب اكتر من كده طول ما البني ادم اللي اسمه سليمان ده موجود فيه. ايه بس اللي صدر منه؟ تصور يا دكتور، طلب مني ان انا اجي له المكتب بدري، جيت بدري كنت انا وهو بس لوحدينا. تصور انه تهجم عليا. ايه ده معقوله؟ ايه ده مش لحاسب انت كمان؟ لا مؤاخذه يا ست هاني. طيب طيب انا هتصرف في الموضوع ده حالا. انت بتعمل ايه يا كامل؟ مواجهه الطرفين ببعض دلوقتي هي اللي هتكشف لي الحقيقه، وبعديها اخد القرار المناسب. يا حبيبي الوقت مش مناسب، وبعدين انت ناسي ان عندنا ضيوف النهارده عشان الحفله. يا حبيبتي ما انا لو استنيت لغايه بعد الحفله الحقيقه هتتشوه وما يبقالهاش اي معالم. دي مؤامره، مؤامره يا دكتور ومتدبره. انا عايز اجابه على سؤالي، الكلام ده حصل ولا ما حصلش؟ طبعا ما حصلش. كذاب يا فندم كذاب. انت اللي كذابه وستين كذابه. يا دكتور دي تمثيليه معموله علشان تهتز ثقتك فيا. طب قولي لي
انت اول ما وصلت مش طلبت منك انك انت تعملي لي ملخص لكل قضايا الدكتور من سنتين؟ اسالها يا دكتوره، هي قدامك ايه؟ حصل ده ولا ما حصلش؟ صحيح الكلام ده؟ صحيح يا دكتور، بس هو بعد كده ايه؟ بعد كده رفضت انها تعمل اللي بقولها عليه، ومع اني شرحت لها اهميه ان مرافعات سيادتك في خلال السنتين اللي فاتوا لازم ينطبعوا في كتب علشان يستفيد بيهم كل الناس، ومع ذلك شتمتني بالفاظ اخجل ان انا اقولها لك يا دكتور. ما حصلش يا دكتور، صدقني ما حصلش. طب يا دكتور اهو حشمت موجود، اساله سعادتك كان حاضر الواقع. ايه اللي حصل يا حشمت بالظبط؟ سعادة البيه انا بصراحه مكسوف اقول لسعادتك ايه، انت عارف ان انا بحب اقول الحقيقه دايما يا سعادة البيه. اللي حصل بالظبط ان انا بفتح الباب سمعت الانسه النرهان للاسف يا بيه بتقول كلام وحش قوي للاستاذ سليمان وبتشتمه بالفاظ وحشه قوي، اخجل ان انا اقولها لسعادتك. بعد كده قابلتها عند الباب ردعت عليها وهي متعصبه جدا، لا ردت عليا ولا سالت فيا. وكمان يا دكتور انا كنت مدي ميعاد للاستاذ رجائي والحشمت في نفس الميعاد بتاعها، فازاي اتصرف معاها التصرف المنحط اللي هي بتقول عليه ده؟ انا اعمل كده يا دكتور؟ تصدق عليا كده؟ طيب يا سليمان انت تجيني على البيت بعد الشغل، مش المدام وجهت لك الدعوه؟ يا فندم وجهت الدعوه واحنا في انتظارك يا سليمان. وانت تيجي معايا على البيت دلوقتي عشان تساعدني. على فكره يا سليمان من بكره تنزل اعلان في كل الجرايد عن سكرتيره جديده ملتزمه اخلاقيا ظاهريا وجوهريا. حاضر حاضر يا فندم.